وجاء في الحديث أن المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن ينقض عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذباب الذي وقع على أنفه ثم طار، والمنافق كالبعير يعقله أهله ثم يطلقونه فلا يدري لماذا عقلوه ولا لماذا أطلقوه، لأنه ليس عنده إيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى المسلمين، علينا جميعا أن نتوب إلى الله وأن نحاسب أنفسنا، أن نبدأ بأنفسنا وبأولادنا وبيوتنا، فنقيم شرع الله سبحانه وتعالى بأداء فرائضه وتجنب محارمه. الناس اليوم غشاهم ظلام عظيم من جهة هذه المدنية وهذه الحضارة اللي يسمونها حضارة، وهي شر، فأغفلتهم عن ذكر الله وكسلتهم عن طاعة الله وانخدعوا بها حتى ضيعوا أوامر الله، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.